السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الغالين، معكم ماجد من قناة ماجد شايد رشتي. اليوم يا شباب جايب لكم اللي هو فيديو جديد عبارة عن تشكيلات حدائق الحلقة الثانية. طبعا شو قبل ما ابدي المقطع اتمنى تدوسون على زر اللايك. طبعا اليوم عندنا تشكيلة اتوقع ارخص تشكيلة فيفا، سعرها 5K، لكن حتكون ان شاء الله تشكيلة قدشية وتعجبكم ان شاء الله. اذا عجب يعني قبل ما ابدي المقطع هاي، يعني صار مقطع ثاني مره اقولها، بس المهم اذا عجبك مقطع دوس لايك. طبعا اللي الناس اللي مو عراقيين او ما يفتهموا شنو كلمه يعني تشكيلات حديقه، اتوقع تعرفون يعني شنو تشكيلات، لكن حديقه يعني مو حديقه يعني هالحديقه يعني برا، لا يعني حديقه معناها الناس اللي ما عندهم كوينز او الناس يعني هم شلون بالحقيقه الناس اللي ما عندهم فلوس، لازم احنا نسويها كناس اللي ما عندهم كوينز، تشكيلات حديقه نسميها احنا بالعراقي يعني. فيعني الناس مو عراقيين نتمنى فهمتوها ويعني ايه. فطبعا التشكيله عندنا ب5K فقط، تشكيله جلتشيه خرافيه، اتمنى تعجبكم. فقبل ما ابدا المقطع اتمنى يعني تقولوا لي بالكومنتات اذا تنسوا تشكيله على هذا كان شكان الخرافي اللي مرعب، طارات 99 صراحه لاعب طاقات خرافيه. اتمنى تجربوه يعني، اذا فاهمين الفيفا جربوه عفوا. فيلا شباب عفوا خلينا نبدا بالتشكيله. طبعا عندنا في حارس المرمى الحارس هذا الايطالي دي سانتوس اتوقع اسمه، اي اتوقع دي سانتوس، لا مو دي سانتوس، المهم هذا الحارس خلينا نقول دي سانتوس، مورغان دي سانتوس، سعره 450 يعني كلش رخيص. على تقدر تجيب سجني، لكن تجيب سجني هذا الحارس البولندي مال روما، لكن انا حبيت اجيب دي سانتوس. طبعا هذا الحارس ما جربته، ما راح اكذب عليك اقول لك خرافي وما خرافي، هذا الحارس الوحيد بالتشكيله اللي ما مجربه، جربت كل التشكيله ما عدا هذا الحارس، فاني ما حكذب عليه اقول لك ايه ترى تشكيله حلوه مدري شنو وكل شيء قوي، هذا الحارس ما مجربه، بس الحارس ما مجربه، باقي كلهم مجربهم. عندنا هنا في السي بي اندرويد خرافي خرافي خرافي، جربته بدايه اللعبه كلش زين، سعره 350 وطاقاته خرافيه نفس ما تشوفون. عندنا هنا في الار بي تيتي خرافي ممتاز، يعني عيب شويه مو سريع كلش، لكن يعني يكمل مالته الشغل. هنا عندنا في الكام هو اللي هو يلعب سي ام فير كلش خرافي، فير راح يفيدك وسعره 400 فريس كوزموف. وعندنا هنا في الار دبليو المزيني، طبعا خلاص على فرفر طاقاته كلش شوفوا 70 فوق كليته خرافي. انا العب سي ام ما العب كام لانه افضل حس. عندنا هذا اللاعب صراحه اللاعب هذا ثالث افضل لاعب بالتشكيله، هم الهجوم يعني افضل ثلاث لاعب بالتشكيله، فورس كوزمو خرافي ممتاز، روعه على هذا اللاعب. هذا اللاعب عيبه شويه السرعه، لكن اذا تلاحظون هو 62 يعني كلش طويل، يعني سرعه يعني ممكن يعني ينزل عنده. عندنا هنا روديجر ما راح احكي عليه اي كلمه، تعرفون شلون جلتش ويعني شلون تشكيله قاعد تسوي تشكيله رخيصه 5K وما تجيب روديجر، يعني ما تقول شلون. عندنا هنا أنا في الال بي ديني لوكس ديني كلش خرافي، لوكس ديني طبعا انتقل لبرشلونه، طبعا اتوقع صفقه راح تكون خرافيه. عندنا هنا أنا في السي ام ستيفان لوليج ما اتوقع احتاج احكي عليه، لان كلكم تعرفون لاعب جلتش ستيفان لوليج عنده هاي يعني. عنده هنا كراشيو ما ادري شو اسمه كاشا فايف سكوز موف خرافي، عنده شويه انه تشوتك مالته مو يعني قوي بس يعني زين. عنده هنا في الاس دي هذا اللاعب اسمه انجس، طبعا لاعب هذا اتوقع كلكم تعرفون انه هو جلتش خرافي، ويعني سرعه 86 يعني ما احتاج احكي، سرعه 86 يعني وترافلينج وشوتنج فيزيكال، يعني هي بس سرعه شوتنج ترافلينج فيزيكال كلش خرافي، اتوقع ممتاز اتوقع انجز. عندنا هنا في الكام وال يعني ادم لالانا، طبعا ادم لالانا ما يحتاج احكي عليه، فورس كوزمو فايف كويك فوت 72 بيس خرافي 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 خرافي. فيلا شباب وصلنا لعبة اللايك، واتمنى اذا يعني عجبكم الوقت تدوسون 20 لايك يعني نوصل 20 لايك ونوصل لايك وسبسكرايب. يلا نشوفكم الحلقه الجايه.